معانا ايضا على التليفون احمد بيه الزيني، رئيس شعبه مواد البناء باتحاد الغرف التجاريه. اهلا اهلا اهلا. اهلا يا استاذ يوسف، ازي كل حضرتك سنه احمد بيه؟ وحضرتك طيب وكل المصريين وسهلا. طيبين وبخير يا رب. اللهم امين. نقول مبروك على الاتفاق بتاع راس الحكمه بقى. ده حدث تاريخي يا فندم، وخصوصا لمواد البناء. طبعا يا فندم، مش لان كده؟ ده مشروع عملاق جدا. حلو قوي. السؤال بقى، أنا إمتى أبدأ أشوف إنه سعر مواد البناء بينخفض؟ ألاقي الأسمنت، ألاقي الحديد، ألاقي كيماويات البناء، ألاقي الإيبوكسي، إلخ إلخ، ألاقيه هدي عشان المواطن يعرف يبني، والمطور والمقاول وهكذا. شوف حضرتك، بس عايزين نقول الأول إن إحنا خلال الثلاث شهور اللي فاتوا حصل حالة من الارتباك في سوق مواد البناء وخاصة الحديد وخلافه، وحالة في التسعير عشوائية جدا، وذلك نتيجة لصعود سعر الدولار من 50 لأكثر من 70 جنيه، فالناس ما كانتش بتعرف تسعر ازاي، بالإضافة إلى الإشاعات. يمكن احنا شفنا الحديد زاد ثلاث مرات في يناير، ثم نزل في أول فبراير، ثم يمكن من أربعة أيام زاد 3000 جنيه 600، ثم انخفض النهارده. بدأت بعض الشركات تعلن عن زياده، عن انخفاض 6000 جنيه. احنا طبعا الاتفاق اللي تم ما بين الحكومه المصريه وحكومه الامارات لمشروع مدينه راس الحكمه، لان نعتبره من اهم الاحداث اللي حصلت في 24 واللي هتحصل. وانا يمكن بصفتي دايما في الساحل في الصيف كنت بتمنى ان مطروح يبقى دي فيها ميناء بحريه وميناء تجاريه ويبقى فيها منطقه صناعيه، عشان احنا مرتبطين بها بليبيا والجزائر وتونس والموقع الاستراتيجي. طبعا مجرد ان الحكومه اعلنت عن الاتفاق سعر الدولار نزل 10 12 جنيه. صح. في اقل من 24 سنه. صح. اذا هنا الدوله قادره على تخفيض سعر اي سلعه حينما تتدخل. تتدخل بدون ازاي؟ توفير اي دولار. تتدخل ازاي؟ قلنا بالاعلان النهارده عن الاتفاقيه. والاموال اللي يعني حضرتك بتقصد انه الانباء او الاخبار اللي بمنتهى اليقين تؤدي الى تراجع سعر الدولار بشكل فوري. النهارده خلاص انت عارف ان هيجي دولار في البنك. صح. والمستورد النهارده مش هيروح يشتريه ب 70 او ب 60 او ب 50، هيروح ياخده زي ما يبقى ب 30. طيب. او لو عاومه بقى ب 40. ده معناه ان انا هشوف تراجع في سعر الحديد والاسمنت وخلافه. ده تم النهارده يا فندم. لا. اصلا مش لسه منتظرين. هايل. يعني ولسه الحديد نزل كام أكثر في الطن؟ النهارده نزل 6000 جنيه. ما يعني حضرتك النهارده كان مصنع 51 الحديد. عز كان 51 وشويه. هو كان وصل ل 53 ونزل. لا، ما هو كان نزله النهارده. حديد عز كان نزله، كان نزله من 55 نزله 51 و600. اوكي، دلوقتي هو بكام؟ ب 47. عز لسه ما اعلنش لغايه دلوقتي، ولكن في بعض الشركات الاخرى نزلت ل 47000 جنيه. الله الله. للطن. وهل هم جرى؟ النهارده هو كان لو بيجيب الدولار من بره ب 60 او باي رقم، بالاضافه انه كان بيشتري 20% كمان زياده عشان يتنازل عنهم للبنك، فالتكلفة بتزيد. طب النهاردة لما البنك يديله الدولار ب31 أو أي رقم بالسعر الرسمي، هتستقر الأسعار؟ التكلفة بدل ما كان بيحسب على 60 أو 65 هيحسب على 35 أو 40، هنلاقي في 30-40% انخفاض، ده طبيعي. وما انخفضوش النهاردة، الدولة من حقها إنها تتدخل وقتها، ولكن طبيعي. وإنتاجه فين؟ هيوديه فين؟ النهارده المصانع بتشتغل من 30-40%. دلوقتي عمليا باتفاق زي ده المصانع كلها تقدر تخرج اجمالي طاقتها وتصل الى هذا المشروع، خصوصا انه لسه في مشروعات جايه خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا 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 احمد بيه الزيني، رئيس شعبه مواد البناء باتحاد الغرف التجاريه.